ما يقال عنها انها حزينه وبائسه، يعني ماديا ووضعيته في الكارير نتاعو في الغشاش. اون فيت اليوم طالب الدكتوراه ياخذ منحه 250 دينار اللي يمكن فيها فواصل وفيها ورق زمنيه بين المنحه الاخرى والمنحه الاولى نتاع 8 شهور، يعني طالب الدكتوراه ما يمسش حتى فرانك مده 8 شهور ومن بعد ياخذ 250 دينار معناتها 10 اللي هي حاجه فريمون ما تكفيش حتى مش طالب دكتوراه اما حتى طالب مرحله معناتها في الليسانس ولا في الماستر. هذا ميزا باغ الغوشيرش، لي كونديسيون تاع الغوشيرش في لابوراتوار اليوم اللي سون ميزيرابل. اليوم طلبة الدكتوراه يعانيوا من قلة الموارد في المخابر نتاعهم، يعانيوا من البيروقراطية نتاع الكليات ونتاع الوزارة ونتاع الناس الكل. معناتها اليوم باش تشري أي برودوي لازمك تعدي 100,000 دوفي على 100,000 عبد باش توصل تشري برودوي وشوف ان فان كونت تشريه ولا. اليوم طالب الدكتوراه عنده معاناة أخرى، يتسو دي بلاس، يمشي لبلايص بعاد، يمشي لمخابر وحده مخابر اخرى سامحني باش يعمل ديكوبيراسيون. هذا كل يعاني فيه طالب الدكتوراه يوميا، ومع ذلك وزاره الاشراف كالعاده عين رات وعين ما راتش، ولا كان لازم زوز عينين ما راتش. وين ماشيين باكثر من 4000 دكتور بطال، والا يخدم في خدمه اللي هي ما تليقش بالقرايه اللي قراها وباللي كومبيتونس اللي عنده. وين ماشيين باكثر من 13000 طالب دكتوراه اللي بعد 5 سنين باش تلقاهم الكلهم معناها متخرجين، واللي لحد الان ما فماش حتى حلول معناها ني ا مويان تيرم ني ا لون تيرم اللي تنجم تخلي لهم انهم يعني يستغلوا القدرات نتاعهم، واللي انه معناها يميت اون اوفر الشيء اللي تعلموه. وين ماشيين بالبحث العلمي بطريقة بصفة عامة، وين ماشيين بالجامعة التونسية.